السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتسجلوا في المعاهد العليا للمهن التمريضيه وعلوم الصحه اللي كنسميهم لي زيسبيس. فقبل ما نبداو التسجيل بغيت نعطيكم مجموعه من المعلومات اللي كانوا جاوا في هذاك السيركولير اللي جا من وزاره الصحه، واللي كيقول انه المباراه غادي تنظم ان شاء الله نهار 5 و6 شتنبير من سنه 2020 ابتداء من الساعه 8:30 صباحا. وهذه المباراه غادي تكون في المعاهد كلها اللي كاينه في المغرب والملحقات ديالها. عندنا معهد اكادير والملحقه ديالو بقلميم وتيزنيت، معهد الدار البيضاء والملحقه ديالو بسطات، معهد فاس والملحقه ديالو بمكناس، معهد مراكش والملحقه ديالو بالصويره واسفي، معهد وجده والملحقه ديالو بالناظور، معهد الرباط والملحقه ديالو بالقنيطره، معهد تطوان والملحقه ديالو بالحسيمه وطنجه، معهد الرشيديه والملحقه ديالو بورزازات، معهد العيون والملحقه ديالو بالدخله، ومعهد بني ملال. ثاني حاجه خاصكم تعرفوا هو انه المقاعد المتبارعه عنها، يعني المقاعد اللي غادي عدد التلاميذ اللي غياخذوا في الاخر هو 3145، وكتوزع على حسب الشعبه اللي اختاريتي والتخصص اللي كنتي داير في البكالوريا ديالك. ثاني حاجه خاصكم تعرفوا هو انه هذا المعهد كيقبل الناس اللي عندهم بكالوريا ديال 2019 وبكالوريا ديال 2020، يعني الا كان عندك البكالوريا قديم راه ممكن انك تدفع لهذا المعهد. ثالث حاجة هو أنه تاريخ أو لا تاريخ انتهاء ديال الترشيح عبر الانترنت غادي يكون نهار 28 غشت في حدود الساعة 4:30. الترشيح بدأ البارح وغيسالي نهار 28 غشت. من بعد ما كيتم الانتقاء ديالك اعتمادا على 25% ديال الجهوي و 75% ديال الوطني، كدوز واحد الاختبار كتابي كيكون في جوج ديال المواد. المادة الأولى كتكون يا إما في علوم الحياة والأرض او العلوم الفيزيائيه او الكيمياء او الرياضيات او الفلسفه وعلم الاجتماع حسب المسلك او الشعبه اللي اختاريتي نتايا في هذا المعهد. الماده الثانيه هي ماده اللغه الفرنسيه اللي المده ديال الاختبار ديالها كتكون ساعه والمعامل هو واحد. دابا من بعد ما كندخلوا الموقع الالكتروني ديال المعهد اللي غنخلي لكم الرابط ديالو الفوق، كيعطيونا هذا الفورمولير هذا اللي فيه 3 ديال الخانات خاصنا نملؤهم بالمعلومات الخاصه ديالنا. وحاولوا انكم ما تغلطوا في حتى شي معلومه، لانه اي معلومه كنتو غالطين فيها كتعتبر او لا بسببها يقدروا يلغيو الترشيح ديالكم لهذا المعهد. دونك طالبين منكم الكود ديال المسار، النمره ديال لاكارت ناسيونال ديالكم، وتاريخ الازدياد. من بعد ما كتعمروا هاد لي 3 كاز كتكليكيو على كونيكسيون وكتكملوا الترشيح ديالكم. اذا من بعد ما كنكليكيو على كونيكسيون كنلقاو فورمولير واحد اخر طالبين منا بزاف ديال المعلومات اللي خاصنا نعمروهم. دونك طالبين لينا لو سيكس، يعني الجنس، واش ماسكولين ولا فيمينان، لادريس ديالكم، تليفون، الايميل، وهنا غادي تختاروا لا فيليير، غتختاروا لوبسيون والمعهد اللي غادي يختاروه لكم ولا. دونك نكليكيو على فيليير، عاطينا سوا انفيرميي، تكنيك دو سونتي، ريدوكاسيون، اسيستونس ميديكو سوسيال. في لي زوبسيون راهم كيتختلفوا على حسب لا فيليير اللي درتي نتايا. اذا من بعد ما كتختاروا لا فيليير ولوبسيون ديالكم، هما كيختاروا لكم لي زيسبيس اولا كيختاروا لكم المدينه اللي غادي تمشي دوز فيها وتقرا فيها. وهنا كاتبين لكم هنايا نوتي بيان لي سبيس اي سيليكسيوني على باز دو لا ديليغاسيون بروفانسيال دو ليدوكاسيون ناسيونال ليو دوبتونسيون دو باك. يعني هما كيعطيوك المعهد، كيختاروا لك المعهد يعني اعتمادا على النيابه الجهويه ديال البلاصه اللي خديتي فيها البكالوريا ديالك. دونك من بعد ما كنعمروا الفورمولير كنكليكيو على ديك فاليدي اللي كانت عندنا لتحت كاع، كتكون هنا فاليدي وهنايا ديكونيكتي، كتكليكيو عليها. ومن بعد كيطلعوا لكم هاد الفورمولير هذا. هاد الفورمولير خاصكم تيليشارجيوه عندكم في التليفون باش نهار ديال المباراه تسدليو به وديروا ليه فوتوكوبي وتديه معاكم. هنا ما عطيناش فين تيليشارجيو، نقدروا نتيليشارجيوه من التليفون، كليكيو هنايا وهو غادي يتيليشارج لينا اوتوماتيكمون.
واحد الحاجة بغيت نشير ليها، المعهد إسبيتس سميتو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة. سمحوا لي أنا كنت غلطت في الأول، قلت لكم علوم الصحة. آخر حاجة بغيت نقول لكم هو أنه القناة ديالي على اليوتيوب أجي نوجهك، ممكن أنكم تشتركوا فيها باش هكا إلا كانوا باقين عندكم شي تساؤلات تقدروا تشوفوا الفيديوهات تماك. تقدروا هنايا تشوفوا الفيديوهات، كنتكلم على بزاف ديال المدارس. تقدروا كذلك إلا كانوا عندكم شي تساؤلات تصيفطوهم ليا، تخليهم ليا في التعاليق أو لا تصيفطوهم ليا باغ ميل، ولا كذلك تقدروا هكا تخليوا ليا التعاليق ديالكم في الفيديو هنايا على الفيسبوك إلا كانوا عندكم شي تساؤلات. وما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم وتبارطاجيو كذلك الفيديو مع صحابكم باش تستافدوا كاملين. وهكذا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله. ديروا داكشي اللي بغيتوا ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. بسلامة.